قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على 70% من أحد أحياء مدينة الرقة. بعد الهزائم المتكررة لداعش في العراق وسوريا، ما هي السيناريوهات المتبقية أمام التنظيم؟ السعودية ستسلم ملفاً لفرنسا عن التجاوزات القطرية ودعمها للإرهاب. السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار اليوم. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية استعادة السيطرة على 70% من حي هشام بن عبد الملك غربي مدينة الرقة، وقالت تلك القوات إن الاشتباكات مع مسلحي داعش احتدمت في 6 من أحياء الرقة على الجبهتين الغربية والشرقية. هذا وشن التحالف الدولي المناوئ لداعش غارات على مواقع عدة في المدينة. بعد الفيديو الذي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وفيه مشاهد لمقاتلين يقومان بتصفية أحد الأشخاص بطريقة وحشية، أكد مصطفى بالي مدير مركز الإعلام في قوات سوريا الديمقراطية لأخبار الآن استنكاره لما وصفها بالجريمة. هذا وقد صدر عن المركز الإعلامي بيان أكد فيه أنه ليس هناك دليل على انتماء من ظهر في الفيديو إلى قوات سوريا الديمقراطية، إلا أنها تؤكد بأن ما حدث هو جريمة مكتملة الأركان ولا تعبر عن أخلاق القوة المقاتلة، وتشدد على أن لدى قوات سوريا الديمقراطية ما يكفي للتصدي لهذه الظواهر وردعها وإنزال أقصى العقوبة بمرتكبيها وإطلاع الرأي العام على كل حيثيات التحقيق. وأكدت بأن لجان التحقيق المختصة قد بدأت تحقيقا وبحثا عن هؤلاء الجناة للوصول إلى الحقيقة، سواء لجهة التثبت من كونهم ينتمون لقوات سوريا الديمقراطية أو التأكد وكشف ملابسات هذه الجريمة. نعم، مثلكم أيضا صدمنا بهذه المشاهد التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. هي بالتأكيد موضع استنكار وجريمة مكتملة الأركان يجب أن يتعرض فيها جنات لأشد العقاب. لكن ما أريد توضيحه أن هذه المشاهد إن لاحظتم زي الذي يرتديه هؤلاء بين قوسين المقاتلون، يرتدون زي شتوية، مما يعني أن الصورة أولا عمرها عمر الحدث فيها لا يقل عن 4 إلى 5 أشهر، بما أن المقاتلين يرتدون الزي الشتوي. هذا أولا. ثانيا، في هذه الصورة أو هذا المشهد ليس هناك أي دليل أو أي إثبات بأن هؤلاء المقاتلين ينتمون إلى قوات سوريا الديمقراطية أو إلى وحدة حماية الشعب، سوى أنهم يتلفظون باسم يافجا. بعد قرار وقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا والذي يشمل ريف السويداء الشرقي، هاجمت قوات الأسد والميليشيات الطائفية المساندة لها مناطق عدة وسيطرت عليها، الأمر الذي أدى إلى تهجير أهلها. فوصل عدد من الأسر النازحة إلى محافظة درعا بعد سيرهم لثلاثة أيام على الأقدام في مناطق وعرة ومحفوفة بالخطر. مراسل أخبار الآن محمد الحوراني التقى عددا منهم وأعد هذا التقرير. من ريف السويداء الشرقي إلى ريف درعا وصلت تلك الأسر بعد رحلة شاقة، حيث هربوا عقب الهجوم البري الذي تشنه قوات الأسد والميليشيات الإيرانية على قرى وبلدات الريف الشرقي لمحافظة السويداء بعد التمهيد بالأسلحة الثقيلة. فمن منطقة رجم الدولة خرج أبو محمد المساعيد مع أسرته حاملا معه اليسير من الأمتعة، وسار 3 أيام مشيا على الأقدام في مناطق وعرة ومحفوفة بالمخاطر. أنا من محافظة سويداء من البادية، هجرنا النظام وهجم علينا وطششنا احنا وعيالنا وحلالنا خذاو، ودمر يعني دمر المنطقة بالكامل، وطشينا بسهل هيش عاريين جعانين عطشانين. ظليت امشي من قاد لهن 3 أيام لحتى وصلنا على محافظة درعا. خذ المناطق كلها، هجم عليها بالطيارات والمدافع، هجم عليها وطشش العرب، ضيعت بيوته، ضيعت طلعنا بروسنا، خذ الياتنا، خذ كل شيء مننا، ما حد مع الثاني. طشينا، شوف وين قاعدين، والله ما احنا لاجين اوا فوق روسنا يا اخوي. وعلى الرغم من شمولية هدنة وقف إطلاق النار لريف السويداء الشرقي، إلا أن النظام يتقدم ويسيطر على العديد من القرى والبلدات التي حررها الجيش الحر سابقا من قبضة داعش.
وهذا ما يراه أبو عدي القيادي في جيش أحرار العشائر التابع للجيش الحر تهديدا للهدنة في أيامها الأولى. أخوي هاجم النظام على منطقة البادية السورية، تل أصفر، رجم البقر، الشنوان، الساقية، علية، الشنوان، الشيهب، هاجمها النظام وداهم المنطقة هناك وقتل من قتل من أهالي المنطقة هناك وهجر من هجر، وفي منهم من طش باتجاه الحماد لا حد يعرف مصيره وين هو هسه موجود، هو ذبح العطاش، هو مات وطيب ما حد يعرف عنه أي شيء. وفي ظل موجة الحر الشديدة تزداد معاناة تلك الأسر الهاربة من الموت، وما يفاقم مأساتهم سيطرة الميليشيات الإيرانية على المنطقة والتي تعمل على تغيير للنسيج الاجتماعي في الجنوب السوري. محمد الحوراني، أخبار الآن، ريف درعا الشرقي. أهلا بكم من جديد. أعلن قائد عمليات قادمون يا نينوى عبد الأمير يرى الله أن أكثر من 25,000 من مسلحي داعش قتلوا في معارك في تحرير الموصل على مدى 9 أشهر. وأضاف يرى الله في إيجاز صحفي بثه التلفزيون العراقي أن القوات المشتركة تمكنت أيضا من تدمير أكثر من 1,000 سيارة مفخخة وإسقاط 130 طائرة مسيرة، فضلا عن تدمير أكثر من 1,500 عجلة لمسلحي داعش منذ بدء عملية التحرير. تمكنت القوات من تدمير 410 رشاشة مختلفة الأنواع و213 هاون مختلف الأنواع و130 طائرة مسيرة و14 زورق نهري، 1,504 عجلة مختلفة، 727 دراجة نارية، 5,296 عبوة ناسفة، 1,247 عجلة مفخخة، 591 مقر قيادة وسيطرة، 148 مخبأ للأسلحة والأعتدة، وكذلك أكثر من 25,000 إرهابي تم قتله و450 انتحاري. يتبقى أمام أفراد داعش وقادته 4 سيناريوهات بعد الهزائم المتكررة في العراق وسوريا، ووفق خبراء تنحصر خيارات داعش بالخروج إلى مناطق ضعيفة أمنياً أو البقاء في العراق والانتشار في مناطقه أو الانتقال إلى الجوار السوري أو عودة الأجانب إلى بلادهم ليقوموا بممارسة ما تعلموه من إرهاب. التفاصيل في هذا التقرير. يميل بعض المقاتلين من أفراد تنظيم داعش بحسب شهادات زملاء لهم فروا من المعارك إلى الهروب لمناطق صحراوية شاسعة أو جبلية وعرة في دول تشهد نزاعات عرقية واضطرابات أمنية، ومن المرجح أن يهرب بعضهم إلى دول الساحل وغرب إفريقيا حيث تنشط جماعة بوكو حرام في منطقة حوض بحيرة تشاد. تلجأ الجماعات المسلحة في حرب العصابات الميدانية إلى التفرق ضمن مجموعات صغيرة عنقودية أصغر منها عندما تهاجمها قوة أكبر لا تستطيع مهاجمتها، وهذا ما يمكن أن يحدث فيما بعد سقوط الموصل، فتنتشر المجموعات المقاتلة في المجموعات الصغيرة الموجودة في العراق بشكل عام. وقد يستفيد التنظيم من هذا السيناريو خاصة أنه لا يزال يحتل أجزاء واسعة من الحدود العراقية السورية، وأن جزءا مهما من أفراده من العراق مرتبط بالأرض، ومن المتوقع استمرار نشاطهم في العراق حتى بعد طردهم من آخر المدن والبلدات التي يحتلونها. إن لم يتمكن مقاتلو التنظيم من الهرب إلى الداخل العراقي فقد يفرون إلى الجارة سوريا التي يعتبرها التنظيم امتدادا طبيعيا لمركزه الرئيس في الموصل والعراق إجمالا. ووفق تقارير إعلامية عربية وغربية فإن أعدادا من المسلحين وعائلاتهم فروا بالفعل قبيل انطلاق معركة الموصل إلى سوريا، خاصة أن التنظيم يسيطر على المنطقة الحدودية. أحد الخيارات المطروحة أيضا أمام أفراد تنظيم داعش بعد معركة الموصل هو عودة الأجانب إلى بلدانهم التي انطلقوا منها، وقد انتشر عدد منهم غير قليل منذ عام ونصف العام، وقاموا بعدة هجمات في أوروبا خاصة في فرنسا، بريطانيا وقبل ذلك بلجيكا. يستفيد كثير من الإرهابيين من صعوبة التعرف على هوياتهم، خاصة من دخلوا منهم العراق بطريقة غير شرعية، فهم بالتالي خارج المراقبة ويمكنهم التنقل خارج العراق بكل سهولة.
وتعليقا على الموضوع، قال رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد إن تنظيم داعش سلح مقاتليه الأجانب وجعلهم يوقعون على نماذج يتعهدون بها بشن هجمات انتحارية في بلدانهم، في حين يبقى المقاتلون المحليون لشن هجمات في مناطق مختلفة في سوريا والعراق. كانت هنالك خطوة استباقية اتخذها التنظيم قبل بدء معركة الموصل بتسليح عدد أو أعداد من المقاتلين الأجانب خاصة من دول أوروبا، وقام التنظيم بتوقيعهم على يعني نماذج تتعهد باستمرار البيعة وتنفيذهم عمليات انتحارية في أوطانهم، هذا ما يتعلق بالنسبة إلى المقاتلين الأجانب. أما فيما يتعلق بالنسبة للمقاتلين المحليين أو العرب فبالتأكيد هنالك السيناريو الأكثر، وهو الانتقال إلى مناطق النزاع أخرى، ربما تكون سوريا هي المرجحة الأكثر، وكذلك إلى مدن عراقية، وخاصة بالنسبة هنا في طبعا في العراق تعتبر صحراء الأنبار والبادية أيضا من الخيارات الأخرى. فإذا ما جاء في التقرير أجد أنه هنالك تفاصيل كثيرة وتحديد أكثر إلى نوعية المقاتلين والجغرافيا التي ممكن أن ينتشر أو يتخذها مقاتلي داعش بديل عن الموصل. نعم، منذ الأيام التي تلت إقدام داعش على إحراق المكتبة المركزية في جامعة الموصل انطلقت مبادرات علمية ومحلية وعربية ودولية على نحو واسع لجمع النسخ المهمة من الكتب التي كانت تحتويها مكتبة جامعة الموصل، وأطلقت أهم هذه المبادرات عبر تبرعات قادها ناشطون عراقيون وعرب داخل العراق وخارجه. وسام يوسف والتفاصيل. منذ أن أحرق داعش المكتبة المركزية في جامعة الموصل قبل أيام قليلة من تحريرها، لم تتوقف المبادرات العلمية من داخل العراق وخارجه لإعادة إحياء هذه المكتبة من خلال رفضها بالكتب والمصادر وإعادة افتتاحها مجددا، نظرا لأهميتها ليس لجامعة الموصل فقط بل لمدن العراق الأخرى أيضا. نحن نختار نوعية الكتب أو الطريقة الحديثة الآن في التعامل مع المطبوعات والأطاريح، يعني ربما نميل إلى أن تكون كل هذه الأمور إلكترونية حتى لا تتخذ المكان الكبير. يعني مثلا إحدى دول الخليج تبرعت بمكتبة طبية كاملة ورقية لجامعة الموصل لأنهم حولوا مكتبتهم الورقية إلى إلكترونية، ولكن شرطوا علينا أن نقوم بعملية النقل وتعذر علينا ذلك. ناشرين موجودين الآن في دول الخليج، ناشرين أجانب تبرعوا بكتب يعني بكميات لا يمكن حصرها أبدا. المبادرات العلمية لجمع الكتب قادها في بادئ الأمر ناشطون مدنيون وأدباء وفنانون عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم تحولت إلى نداءات عاجلة لتعويض آلاف الكتب التي أحرقها مقاتلو داعش، وسرعان ما كانت الاستجابة من جامعات ومكتبات عالمية وعربية ومحلية. المكتبة المركزية لجامعة الموصل لا زالت بانتظار إعادة التأهيل لكي تستقبل آلاف الكتب التي تم التبرع بها من جامعات عراقية ومن منظمات إنسانية لغرض إعادة ترميمها مرة ثانية وتعود للعمل بشكل طبيعي. آلاف الكتب بدأت بالوصول إلى جامعة الموصل استجابة لهذه الحملات من مختلف جامعات العالم، وتم تكديسها في المخازن بانتظار إعادة تأهيل بناية المكتبة التي لا تزال بعيدة عن أي حسابات أو مشاريع لتأهيلها خلال قادم الأيام. الحقيقة أول موضوع الإعمار موضوع مؤجل بالوقت الحاضر، لأن الخراب الذي أصاب المكتبة هو خراب كبير جداً سواء في البناء أو في الممتلكات والكتب، ولكن الحملة بالوقت الحاضر حقيقة حملة قوية وحملة يعني لم نكن نتوقع مثل هذا التجاوب العالمي والعربي والوطني. الاهتمام المحلي والعربي والعالمي بمكتبة جامعة الموصل ربما سيجعل أعداد الكتب التي ستصل إليها في الأيام المقبلة يفوق الأعداد التي كانت تحويها هذه المكتبة قبل إحراقها من قبل داعش، وربما يشمل هذا الاهتمام إعمار بنايتها أيضا.
شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس على ضرورة استمرار الحرب على الإرهاب وعلى كل من يدعمه ويموله وبكل حزم. وأشاد ولي العهد السعودي بدور التحالف الدولي بقيادة واشنطن في هزيمة داعش في معركة الموصل، كما بحث مع ماتيس التنسيق بين البلدين في مكافحة الإرهاب والتطرف. أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن بلاده ستقدم ملفا كاملا لفرنسا عن التجاوزات القطرية وعن دعمها المستمر للإرهاب. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، شدد الجبير على موقف المملكة الثابت والداعي لعدم دعم التطرف ومكافحة الإرهاب. بحثنا الأزمة القائمة مع دولة قطر، وهنا أكدت على معالي موقف المملكة بأن هناك مبادئ أساسية يجب أن تلتزم بها جميع الدول بما فيها قطر. الأول هو عدم دعم الإرهاب وتمويل الإرهاب، الثاني هو عدم دعم التطرف، عدم التحريض ونشر الكراهية عبر وسائل الإعلام بأي شكل كان، عدم استضافة ناس إرهابيين أو متورطين في تمويل الإرهاب أو مطلوبين من دولهم، وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة. اطلعت معاليه على بعض التفصيلات في هذا المجال، وسوف نوفيه بملف كامل عن الأعمال السلبية التي قامت فيها بها قطر على مدى السنوات، والذي زودناه للجانب الأمريكي وسنزوده لمزيد من الدول الصديقة. أكد قائد قوات حلف الناتو في أفغانستان الجنرال جون نيكلسون قتل قائد داعش في أفغانستان المدعو أبو سيد في غارة جوية في ولاية كونار، مشددا على أهمية استمرار العمليات ضد مقاتلي التنظيم في أفغانستان. قتلنا أبو سيد قائد داعش في أفغانستان في ضربة في كونار. هذا هو القائد الثالث لداعش الذي يقتل في عمليات مع شركائنا الأفغان خلال السنة الماضية. كما تدركون فإننا واصلنا عملياتنا ضد داعش في أفغانستان العام الماضي، ولكن منذ مارس الماضي وفي هذا التوقيت تحديدا شهدنا نقصا كبيرا في أعداد المقاتلين. لقد قتلنا ثلاثة منهم ولن نتوقف حتى تتم هزيمة داعش داخل أفغانستان. أعيد افتتاح مطار بنغازي الدولي رسميا أمام الرحلات التجارية بعد إغلاق استمر لمدة 3 سنوات بعد القتال في المدينة. وأقلعت أولى الرحلات الجوية المتجهة إلى خارج بنغازي من مطار بنينة إلى العاصمة طرابلس والعاصمة الأردنية عمان ومدينة الكفرة الواقعة جنوب شرقي ليبيا. جاءت إعادة فتح المطار بعد أن أعلن الجيش الوطني الليبي تحرير مدينة بنغازي من براثن الإرهاب. التهمت الحرائق التي نشبت في مناطق مختلفة من الجزائر أكثر من 1000 هكتار من الغابات وأتلفت أشجارا ومحاصيل زراعية. وشهدت الجزائر الأسبوع الماضي موجة حر شديدة وصلت فيها درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية في المناطق الساحلية و44 درجة في المناطق الداخلية. وأكدت وسائل إعلام جزائرية وفاة شخصين في ولاية تيزي ووزو منذ بداية انطلاق الحرائق في مناطق في شمال البلاد. كافح رجال الإطفاء السبت الحرائق المدمرة المستعرة بالقرب من سانتا باربرا في كاليفورنيا التي تضاعف حجمها خلال الليل بسبب الرياح العاصفة قبالة الساحل في الغابات الجافة التي لم تحترق منذ عقود. وقال الموقع الإلكتروني لإدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن الحرائق اندلعت في 8 يوليو ودمرت بالفعل 8 منازل وتم احتواء 50% منها الجمعة. وتعد هذه الحرائق من أكبر 50 حريقا تشتعل عبر الغرب الأمريكي. أهلا بكم من جديد، نتوقف مع جولة الصحافة. نبدأ من النهار اللبنانية. علق داخل صراف آلي فطلب النجدة عبر قصاصات ورق للزبائن، ف
فقد أغلق باب جهاز صراف آلي على موظف في داخله وأخرج أو أخرج منه بعد مدة، وذلك بعد إرساله رسالة استغاثة من سجنه عبر فتحة استلام النقود للجهاز. اعتقدت الشرطة لوهلة أن الأمر عبارة عن خدعة، لكنها فوجئت بسماع صوت خافت يخرج من الآلة وأنقذت العامل الذي لم تعط اسمه ولا اسم الشركة حيث يعمل. صحيفة الوئام السعودية عنونت كندية تخفي جثث أطفالها الستة داخل خزانة. فقد قضت محكمة كندية بسجن امرأة لمدة 8 سنوات ونصف السنة لإدانتها بتهم تتعلق بإخفاء جثث أطفالها الرضع الستة في خزانة. واكتشف موظفون في شركة للتخزين الجثث المتحللة في خزانتها بعدما تخلفت عن دفع إيجار الخزانة. وعثرت الشرطة بعد ذلك على رفات 5 صبية وفتاة تتراوح أعمارهم من 34 إلى 42 أسبوعا في أكياس قمامة وصناديق بلاستيكية، ومعهم ألعابهم وملابس أطفال. صحيفة القبس الكويتية تضرر لوحات في متحف اللوفر بسبب العواصف الرعدية. فقد تعرضت رسومات عدة في متحف اللوفر في باريس لأضرار جراء العواصف الرعدية القوية التي شهدتها العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي. وقال المتحف في بيان إن المياه تسربت إلى الطلاء الخارجي للوحتين للرسام نيكولا بوسان وعمل لجان فرانسوا دوتروا. وإلى الغدة الأردنية التي عنونت ممثل بديل يموت أثناء تأدية دوره في مسلسل The Walking Dead. فقد توفي الممثل الأمريكي البديل جون بيرنيكر متأثرا بجروح أصيب بها عندما سقط من ارتفاع 6 أمتار على أرض صلبة في موقع تصوير مسلسل الرعب الشهير The Walking Dead. بيرنيكر عانى من صدمة شديدة في الرأس ونقل من مكان الحادث إلى مركز أتلانتا الطبي حيث أعلنت وفاته. وبعد الحادث توقف التصوير المسلسل الموسم الثامن من المسلسل الشهير المقتبس عن سلسلة من الكتب المصورة تحمل اسم ذاته وتحكي عن عالم يحكمه الموتى الأحياء الزومبي. صحيفة الخليج عنونت الطلاق جزاء الإنجاب في 60. فلم تكتمل فرحة سيدة صربية بتحقيق حلمها بالإنجاب وهي في 60 من عمرها، إذ سرعان ما شرع زوجها في إجراءات الطلاق بسبب عدم تحمله بكاء الرضيع المستمر طوال الليل. المثير للعجب أن الزوج ساند حلم زوجته بالإنجاب لأكثر من 20 سنة، أنفق خلالها معظم مدخراتهما على علاج شريكة حياته التي لم تيأس من تكرار محاولة تلو الأخرى حتى علمت بحملها وهي في 60. صمم جهاز جديد يعمل على تصحيح جلسة الشخص عبر اهتزازات تنبه مرتديه بأن وضعية جلوسهم غير صحية. المزيد في تقرير الزميل ماهر أبو لبدة. أصبح الجلوس بشكل خاطئ أمام الشاشات شيئا من الماضي بعد ابتكار جهاز صغير يمكن ارتداؤه مع الملابس ليقوم الجهاز بدوره بتذكير الشخص بتعديل وضعيته. الجهاز الذكي صغير الحجم يتم لصقه بالظهر، وعندما يستشعر أن وضعية جلوس مرتديه غير صحية يهتز لتنبيهه بتصويب جلسته، إذ يمكن ربط الجهاز على الهاتف الذكي في تطبيق مخصص له لتتبع البيانات على مر الزمن ورصد التقدم الذي يحرزه المستخدم في برنامج التدريب وتبادل المعلومات مع الأصدقاء في فترات متعددة. صمم الجهاز لتدريب مستخدميه على تحسين وضعية جلوس الأشخاص بما فيه مصلحتهم ليخفف من آلام الظهر. يقوم الجهاز بالعمل دون الحاجة للشحن لمدة تتخطى 8 أيام، والجهاز مصنوع من مادة السيليكون الطبيعي، إذ أن هناك أجهزة أخرى ترتدى ومصممة لتحسين وضعية الجلوس، ويعول على هذه الأجهزة في تقنية متشابهة بشأن الهز وتنبيه المستخدم بتغيير وضعيته. يذكر أن نحو ربع البالغين الأمريكيين يشيرون إلى شعورهم بآلام في أسفل العنق مرة واحدة على الأقل في كل 3 شهور. التقطت مجاهر في مرصد مراقبة الحركات الشمسية التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا صورا لبقعة شمسية كبيرة تستدير وتدخل مجال الرؤية والرصد. والبقع الشمسية التي تصفها ناسا بأنها مناطق مجالات مغناطيسية مكثفة ومعقدة شائعة بشكل عام، لكن يقل احتمال حدوثها في الوقت الذي اقتربت الأرض فيه مما يعرف بالحد الأدنى الشمسي، وهي فترة ينخفض فيها النشاط الشمسي وتحدث كل 11 عاما.
نالت السيدة الكورية الجنوبية بارك ماركي شهرة واسعة في بلادها بعد إطلاقها مقاطع عدة على يوتيوب، وتبلغ ماركي من العمر 71 عاما، وركزت مقاطعها على التجميل وطرق وضع المكياج. وبعد اكتسابها الشهرة سارعت شركات عدة للتعاقد معها للدعاية. أصبح تيمويا باكايوكو ثاني صفقات تشيلسي بطل البريمير ليج لفترة الانتقالات الحالية، وأعلن النادي اللندني أن اللاعب وقع عقدا لمدة 5 سنوات آتيا من موناكو الفرنسي. وذكرت التقارير الإنجليزية أن الصفقة كلفت خزينة تشيلسي نحو 40 مليون جنيه استرليني، ليصبح بذلك باكايوكو ثاني الوافدين للفريق بعد أنطونيو رودريغيز. توجت الإسبانية غاربيني موغوروزا بلقب بطولة ويمبلدون للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بعد فوز سهل وغير متوقع في نهائي السيدات على الأمريكية فينس ويليامز بمجموعتين متتاليتين. تمكنت الإسبانية من حسم المباراة في ظرف 77 دقيقة، حيث احتاجت لشوط فاصل لتفوز بالمجموعة ب7-5، فيما انهارت خصمتها الأمريكية في المجموعة الثانية التي فازت فيها موغوروتسا بستة أشواط نظيفة. شارك نحو 30 رضيعا في سباق وصف بأبطأ دقيقتين في الرياضة في مدينة نيويورك الأمريكية، وتتراوح أعمار الرضع المشاركين بين 6 و24 شهر. قبل أن نودعكم، إليكم تذكير بأبرز العناوين. قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على 70% من أحد أحياء مدينة الرقة. بعد الهزائم المتكررة لداعش في العراق وسوريا، ما هي السيناريوهات المتبقية أمام التنظيم؟ السعودية ستسلم ملفا لفرنسا عن التجاوزات القطرية ودعمها للإرهاب. وصلنا للختام. للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في الموقع ذاته. نلتقيكم بعد قليل في موجز لآخر وأهم الأنباء، ابقوا معنا.